وقع انهيار مع السبعة ديال الصباح. سبحان الله انا خرجت كنقلب على خدمة كنت كيجي لي واحد التليفون عند الجيران بان الدار طاحت وشالينا كلشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه راه جارتي، هذه ساكنه في الدار تحت، وشالينا كلشي. شفنا المقاطع 2016 حنا دافعين الاوراق ديال الاستفاده ديما، انا وهاد السيده والجيران كاملين. حنا بقينا دابا بلا ماوى، ما عندناش ما نلبسو، ما عندناش فين نعسو، ما عندناش فين نمشيو. حنا راه غنبركو هنايا تيشوف فينا الله والملك، وعاش الملك. عباد الله مدفونه في الارض، حنا نمشيو، حنا نجبدوهم، حنا ما كاين مشكل. هو فاحنا الحمد لله متخسرين ونجبدوهم. تقريبا الحصيله تكون خمسه الناس بحال هكا ولا سته الناس، اما ابار واحد السيد كان دايز مسكين كيهضر في التليفون ديالو وطاحت عليه. هادشي اللي كنعرف اخويا حاليا، ماشي حاجه اخرى باقي ما عرفناش شنو كاين. حاليا 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 اخويا الناس راه باقا ميته تحت، مردومه تحت التراب. حنا بغينا الناس تطلع لنا اللعب، حنا ندخلوا، حنا ولا الدرب، حنا نتعاونوا، حنا نتعاونوا. ما تشوفش الموضوع، حنا نتعاونوا اخويا، نتعاونوا واحد بواحد بواحد، نديروا سلسله ونعتقوا عباد الله. هادشي اللي كان حنا راه واقفين كنتفرجوا ما كنديروا حتى شي حاجه. واش اخويا راه كيعلمنا؟ هادشي راه كيعلمنا اخويا. هانتوما كتشوفوا كانوا ملي مشينا علمنا كانوا كيدخلوا، ما غايوقعش هاد الشيء. شحال من دار هنا غادي تريب، شحال من دار، ماشي غير هاد الدار. هما الناس دابا ميتة لتحت، ما لاقيتش كيفاش تيجبدوهم. كون الدار الحال قبل ما طيح ما كانش غادي يوقع هاد الشيء.